تتضمن خطة الموسم الزراعي الجديد 2024-2025 التي وضعتها مديرية زراعة درعا زراعة 96317 هكتارا بمحصول القمح. وأوضح مدير الزراعة المهندس بسام الحشيش أن المساحة المخططة تتوزع على 10,000 هكتار مروية والباقي بعل، مبينا أن الوحدات الإرشادية تمنح حاليا وثيقة التنظيم الزراعي للفلاحين بعد اعتماد الخطة الإنتاجية الزراعية أصولا بغية توزيع مستلزمات الإنتاج على الراغبين من البذار والأسمدة والمحروقات بجودة عالية وأسعار تشجيعية.